السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا يا أحبائي لنكمل معا في السيرة النبوية العطرة، واليوم سنتحدث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف عن محمد بن عبد الله أنه لم يسجد لصنم طوال حياته. كثيرا ما كان محمد يفكر في الكون حوله، من خلقه؟ إن هذه الآلهة من الحجارة أو الخشب لا تسمع ولا ترى ولا تستطيع أن تخلق شيئا، فكيف يعبدها الناس؟ من خلق هذه الشمس وتلك النجوم والقمر والإنسان؟ اعتاد محمد كل عام في شهر رمضان أن يتعبد في غار حراء. كان غار حراء عبارة عن مكان في أعلى الجبل اختاره محمد ليعبد فيه ربه. بينما كان محمد ذات يوم يعبد الله في غار حراء، جاءه ملك من السماء، إنه جبريل، وقال لمحمد: اقرأ يا محمد. ولأن محمدا كان أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة، قال: ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة. قال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا محمد، أنت رسول الله تدعو الناس إلى عبادة الله وحده. ثم اختفى جبريل. غادر محمد غار حراء وهو خائف، واتجه إلى داره وصورة جبريل لا تفارق عينيه. حكى محمد لزوجته ما حدث وما قاله له جبريل. طمأنته خديجة وذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل، وكان مسيحيا درس التوراة والإنجيل وكان يعلم بظهور نبي جديد. قال ورقة لخديجة: يا خديجة، أبشري، إن محمدا هو نبي هذه الأمة الذي انتظرناه طويلا، وأرجو أن يهدي الله قومه ليؤمنوا به. آمن بدعوة محمد إلى الإسلام كثير من أقاربه وأصحابه، زوجته خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان خادمه زيد بن حارثة من أول المؤمنين، وآمن صديقه الوفي عبد الله بن أبي قحافة، فسماه الرسول أبا بكر لأنه بكر في الدخول إلى الإسلام، كما أسلم كثير من العبيد المستضعفين الذين وجدوا في الإسلام تكريما لهم واحتراما لإنسانيتهم. استمر محمد رسول الله يدعو الناس إلى الإسلام سرا مدة 3 سنوات، فلم يؤمن به إلا قليل من الناس. أمر الله رسوله الكريم أن يجهر بدعوته، أن يدعوهم إلى الإسلام ذات يوم. صعد محمد جبل الصفا ونادى: أيها الناس، إن الله قد بعثني إليكم رسولا أن تعبدوا الله وحده وتشهدوا أن محمدا رسوله. اختلف الناس فيما سمعوا، ودار نقاش بينهم في الكعبة، بعض الناس أسلم وبعضهم عارض محمدا. وبينما كان كثير من الناس يتناقشون فيما سمعوه من محمد، أقبل إليهم رجل ضخم الجسم، صوته أجش، وقال: تبا لك وهلاكا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ كان هذا الصوت لأبي لهب ابن عبد المطلب. دهش الناس حينما سمعوا أبا لهب يهاجم ابن أخيه محمدا. عرف عن أبي لهب عداؤه للرسول والمسلمين. كثيرا ما وقف أبو لهب في طريق الرسول وأهانه بكلمات سيئة، وكانت زوجة أبي لهب واسمها أم جميل تشارك زوجها العداء والكراهية للرسول. كان لأبي لهب ولدان هما معتب وعتبة، خطبا رقية وأم كلثوم ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم. أصرت امرأة أبي لهب أن يطلق ولداها ابنتي رسول الله، وقد أنزل الله آيات من القرآن توضح عقاب أبي لهب وزوجته في الآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب،
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اشتد كفار قريش الذين يسكنون مكة في تعذيب كل من آمن بدين محمد. كان من أشهر هؤلاء الكفار الوليد بن المغيرة، أبو لهب بن عبد المطلب، أبو سفيان بن حرب، وأمية بن خلف. كان أمية بن خلف يعذب بلالا وأمه كل يوم، ويخرجه عاريا ويوثقه في حبل غليظ، ويضع على صدره حجرا ضخما ويضربه بالسوط لكي يترك الإسلام، لكن بلالا بقي على دينه وكان يهتف رغم آلام التعذيب أحد أحد. قتل أمية بن خلف حمامة أم بلال، واشترى أبو بكر بلالا وأعتقه. وكان عمار بن ياسر وأبوه وأمه سمية عبيدا عند قبيلة بني مخزوم. اعتاد أبو جهل بن هشام تعذيب آل ياسر، وكان الرسول يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول لهم: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. استمر أبو جهل بن هشام بتعذيب آل ياسر حتى قتل ياسر وزوجته سمية، وصبر عمار على العذاب حتى يئس منه أبو جهل فتركه وشأنه. حاول كثير من كفار قريش أن يصرفوا محمدا عن دعوته، عرضوا عليه المال والملك لكنه رفض، وقال لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لذلك كتب كفار قريش صحيفة مقاطعة لبني هاشم وعلقوها على باب الكعبة. حاصر الكفار بني هاشم أهل الرسول وأقاربه في المنطقة التي كانوا يسكنون فيها، لا يتعاملون معهم ولا يبيعون لهم شيئا ولا يعطونهم طعاما ولا ماء ولا كساء. كان الأطفال يبكون من شدة الجوع، وكان رجال يأكلون أوراق الشجر ويمتصون التمر، وكانت النساء تبكين على أطفالهن. أشفق بعض الناس على بني هاشم وطالبوا بنزع الصحيفة واختلفوا مع بعضهم. قال أبو طالب: يا قوم، لقد أبلغني ابن أخي محمد وإنه لصادق أن صحيفة المقاطعة قد أكلتها الأرض أي السوس. فذهب بعض الرجال ونزعوا صحيفة المقاطعة، ويا لدهشتهم حينما نظروا فيها فإذا السوس أكلها ولم يبقى منها إلا بسمك اللهم، لقد صدق محمد فيما قال، فأسلم كثير من الناس. هيا يا أحبائي لنجيب عن الأسئلة. فيما كان يفكر محمد بن عبد الله؟ كان يفكر: من هو خالق هذا الكون، وأنه لا يمكن أن تكون هذه الأصنام التي لا تأكل ولا تشرب أن تكون قادرة على أن تخلق هذا الكون. أين كان محمد يتعبد لربه وفي أي الشهور؟ كان يتعبده في غار حراء وفي شهر رمضان. ماذا قال جبريل لمحمد؟ قال له: اقرأ، ثم تلا عليه بعض الآيات. ماذا قالت خديجة لزوجها؟ طمأنته وذهبت بها إلى ورقة بن نوفل. من هو ورقة بن نوفل وماذا قال لخديجة؟ ورقة بن نوفل هو ابن عم خديجة، وكان مسيحيا درس التوراة والإنجيل، وقال لخديجة أن محمدا هو النبي المنتظر وتمنى أن يؤمن به قومه. من أول من أسلم من الرجال؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كم سنة استمرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرا؟ استمرت 3 سنوات. من هو أبو لهب وماذا أعد الله له ولامرأته من عذاب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعد الله له عذابا ذكره في سورة المسد. من كان يعذب بلالا وكيف كان يعذبه؟ الوليد بن المغيرة كان يوثقه بالحبال، وكان
يضع عليه حجرا كبيرا ويضربه بالسوط. أين كانت صحيفة المقاطعة معلقة؟ كانت معلقة على الكعبة. كيف وجدوها حينما نزعوها عن مكانها؟ وجدوا أن السوس قد أكلها وبقي فيها فقط مكان كلمة باسمك اللهم. انتظروني أحبائي لنكمل معا السيرة النبوية العطيرة. مع السلامة.